ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سعادة النائب، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا بداية على أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها إن شاء الله في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد غد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على الاستضافة. لتسليط الأضواء على المؤتمر الطارئ لاتحاد البرلمان العربي، هي جاءت دعوة كريمة حقيقة من الاتحاد البرلمان العربي برئاسة عاطف الطرابنة رئيس الاتحاد، ولمناقشة القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة. طبعا احنا داعمين حقيقة كموقف رسمي القيادة مع الشعب البحريني والاتحادات البرلمانية ومجلس النواب البحريني للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. وطبعا ما تم مؤخرا في من اتحادية القضية في صفقة القرن أو ما يسمى صفقة القرن، طبعا راح نجتمع كاتحادات برلمانية عربية لوضع الأطر والسبل والمباحثات لمناصرة الشعب الفلسطيني القضية الأبدية اللي واجب على كل إنسان مسلم عربي أن يدعم هذه القضية. طبعا هذه تتسق مع وثيقة اتحاد البرلمان العربي فيما لو هناك أي طارئ يعني يستدعي الوجوب ويستدعي التدخل في هذا الأمر، نضع الأطر ننسق المواقف لنتصدى لكل ما يعكر صفو الدول العربية، وخاصة القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى وقضية القدس. وهذه حقيقة المشاركة تأتي تفاعلا لهذه القضية الفلسطينية من حيث أن احنا نسلط الضوء مثل ما ذكرت على آخر مستجدات في قضية فلسطين وقضية القدس. نعم، إذا سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.